رد صريح من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وباتريس موتسيبي رئيس الكاف على صحافة بودورو. صحافة بودورو هي بين قوسين واحد الصحافة اللي يعني كتجيب أخبار غير دقيقة وفقط من أجل أهداف، يعني ماشي صحافة لنازية. وهاد الصحافة عرفناها فين كاينة، حنا ما غاديش نهضروا عليها بزاف، ولكن في هاد الفيديو غنهضر على هذا الرد ديال فوزي القجع وباتريس موتسيبي على صحافة بودورو. موتسيبي أبدى الإعجاب ديالو بالمقر الجديد للجامعة وقال بأن المغرب كل مرة يحرج الكاف، وذلك لأن المغرب كل مرة كيجيب حاجة جديدة وتطور جديد. فهذا أكبر رد يعني عناق حار بين فوزي القجع وموتسيبي باش يردوا على هذه الصحافة اللي يعني كدير البلبلة مرة تلو الأخرى، وانتم كتشوفوا العناوين ديالها.